صديقي ملجأ الوحيد الرسم، أوقات فراغي كنت أرسم أرض المدرسة. من أنا وصغيرة عمري 3 سنين بحب كتير الرسم. وقت كنت تابع أفلام كرتون يعني نحاول أرسم على الورق مثل سبونج بوب والسنافر. كان وقتها في حصار وفي ضرب كتير عدارية، فيعني إذا طلعت طيارة أو أي شيء بشوفه قدامي بحاول أرسمه، صواريخ أو طائرات. فترة الحصار تقريبا ما كان يعني عندي رفقات أبدا، كان في وحدة كبيرة يعني. بأوقات فراغي كنت أضيع وقتي بالرسم يعني، وحاول هيك يعني أن ننمي موهبتي. شجعتني ماما وبابا وأختي كثير على أن ننمي موهبتي. أختي كانت كثير تساعد بهالمجال وتحاول تعلمني قد ما بتقدر يعني، مع الممارسة كل يوم أنه أرسم. بعدين تعرفت على القنوات على اليوتيوب وصرت أتابع معهم، تعلمت أساسيات الرسم، تعلمت الرسم الإلكتروني على برامج للرسم. بلشت من فترة تقريبا مشروع للرسم وصناعة الزينة وزينة المولود، أعياد ميلاد وحفلات. نشرت على بالإضافة للرسم يعني، نشرت على الفيس وحطيت رقمي، وصار في إقبال كبير من الناس على هذا الشيء وصار في تواصل يعني. رغم إنه كانت الأجور رمزية، إلا إني يعني بس إنه كنت بحاول إنه طلع مصروف الأدوات اللي بشتريها للرسم. الألوان الخشبية والمائية مثل الألوان الزيتية وهاي القصص يعني ما عندي، بحاول أرسم هدول اللي بقدر عليها. كنت أتمنى إني أدرس الرسم بأكاديمية، بس للأسف هون بإدلب ما في. سألت كتير على بخصوص هالموضوع بس ما في.